رمضان كريم. انا عايز اقول كلمه بسيطه، ان انتوا محظوظين محظوظين عشان جايين انضميتوا لكتيبه فرسان المحاناه في مصر في عهد، اعتقد انتوا لو رجعتوا للتاريخ هتلاقوا ان هذا العهد من المحاماه هو عوده للزمن الجميل، زمن الجميل في المحاماه. انتم محظوظون لانكم اتيتم في عهد النقيب سامح عاشور ومجلس النقابه المحترم الذي استطاع ان يسترد جزء كبير من تاريخ المحاماه في مصر. معكم نقيب محامين ومعكم مجلس نقابه قدم لكم وسيقدم ايضا العديد من الانجازات، العديد من التطور، سواء على المستوى النقابي او المستوى المهني. معكم الان مبنى لا يعبر عن مبنى خرساني ولكنه يعبر ايضا عن قلعه الحريات في مصر، ومش بس مصر، في الوطن العربي. معكم ايضا مجموعه من التطورات في النقابه، تطوير الخدمه الالكترونيه في كل المجالات. معكم ايضا مشروعات، معكم انديه على مستوى الجمهوريه، معكم تطوير في التشريع، وياتي تشريع جديد ايضا بتعديل من اجل المحاماه. ايضا معكم الان في نقابه المحامين مجموعه من اللجان اللي بتهتم بالنشاط التدريبي والتاهيلي. زي ما قال زميلي الاستاذ مصطفى البنان، هناك لجنه الشؤون السياسيه وهناك لجنه الشباب، وايضا لديكم الان فرصه تاريخيه واللجنه الثقافيه والعديد من اللجان النوعيه، ومعكم ايضا لجنه نوعيه جديده، لجنه التدريب والبحوث والدراسات، لان المحاماه تحتاج دايما للبحث والدراسه والتاهيل للشباب. لديكم مجموعه مشروعات تدريبيه، في مشروع شغالين فيه دلوقتي اسمه المحامين وكلاء المستثمرين، ارجو ان تهتموا بيه وتطلعوا على الموقع على شروطه. وايضا هناك زي ما قال الاستاذ النقيب في تدريب عقب رمضان مع معهد التلفزيون على اليات الترافع وكتابه السيناريو وكتابه المذكرات والتعامل مع الجمهور وكيفيه الوقوف امام المحاكم ومواجهه الجمهور. لديكم فرصه تاريخيه حتى تصبحوا غدا انتم من تقومون بمباشره اداء القسم لزملاء لكم في الجدول. الف مبروك، واستغلوا هذا الحدث التاريخي في ان يبدا نقطه انطلاق لان تكونوا ضمن كتيبه فرسان المحاماه في مصر وفي الوطن العربي. وكل عام وانتم بخير.